السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشرحوا فيه لو كاد دو شارجمون دون لو بلون موين. غنبداو بلا ديفينيسيون. ناخذ لا بو دو سويفونت، ناخذ ان بلون او اكس او واي. كنقولوا بلي هاد البودر يشارجي دون سون بلون موين اللي هو او اكس او واي، ملي كيكونوا كاع لي زيفور اكستيريور اللي مابليكين على هاد البودر ابارتين لهاد البلون، زائد لي مومون يكونوا عموديين على هذا البلان. يعني في الحاله ديال ليكزامبل خص يكونوا كاع لي زيفور ابارتيان للبلان او اكس او واي، ويكون المومون عمودي على هذا البلان، يعني خص يكون سويفون او زد. في هذه الحاله كنليجيو لي فورس دو رياكسيون سويفون او زد ار زد، و لي مومون دو رياكسيون ام اكس او ام واي. كنوليو كنخدمو ار اكس ار واي ام زد. نرجعوا للحصيله ديال الفيديو السابق كيف ما كتشوفوا في الشاشه امامكم. بالنسبه للبور لابوي سامبل كنا شفنا بلي عنده ان سول رياكسيون اللي هو اي غريك، في هذه الحاله ديالنا غادي يبقى هو في الكاد ديال الشارجمون دون لو بلون موين. بور لابوي روتول كنا شفنا بلي عنده اي اكس اي غريك اي زد، دابا غادي نيجليجيو اي زد، غادي يبقى عنده اي غريك اي اكس. بور لونكاسترومون كنا شفنا عنده اي اكس اي غريك اي زد mx, my, mz. Après, ma négligeo rz ou mx, my, غادي يبقى عندو rx, ry, mz. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كنتمنى أنكم استفدتم معنا، وإلى اللقاء.